فترة قادمة، مباراة قادمة تجهيزها ازاي يا كابتن حسام؟ شوف انا 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 عايز اقول ان احنا لازم نهدى. احنا بنمر بظروف صعبة شكلا، احنا نادي كبير نقدر نستحملها نقدر نستوعبها. احنا ابطال دوري برقم كبير جدا، 6 أسابيع 7 أسابيع بتهيألي. بنلعب عاوزين ناخد بطولة افريقيا، علشان كده لازم نهدى شوية. عندنا وقت كويس، هيبقى فيه راحة كويسة، نخرج بس من المباراة اللي جاية القادمة ديت إن شاء الله كمبلا سيتي نكسب فيها أو نعمل نتيجة إيجابية إن شاء الله كله هيتعدل. هيجي الموسم الجديد بالراحاتها باللعيبة ترجع من الأعراض بالتنظيم أفضل، هنرجع أفضل وأفضل ونحارب على جميع الجبهات إن شاء الله. بس شاء الله. في نقطة عاوز أقولها على اللي الناس اللي هي بتتكلم وحش وهي بتعلق على المباراة مع على النادي الأهلي، لازم الناس تتكلم باحترام، ولازم يعرفوا إن النادي الأهلي مش أكبر نادي في مصر بس، ده في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي العالم العربي. صحيح. فلازم يحترموا نفسهم جدا، أنا من وجهة نظري يحترموا نفسهم علشان تعليق إحنا لازم مش محايد وممتع. إحنا كابتن مش قليلين يعني. صحيح. بشكرك كابتن عادل. جدا عنه. صحيح. بشكرك كابتن عادل. بشكرك نورت. الله يخليك. النادي الأهلي نقطتين.